نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرة الصحافة وتحليل أهم الأخبار التي صدرت الصحف هذا اليوم، ومعنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزيزي، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك. أهلا، صباح الخير. كل عام وحضرتك بألف خير يا فندم. كل سنة وحضرتك والمشاهدين كلهم بخير. نستعرض مع حضرتك أهم الأخبار وأبدأ معاك بأول خبر يا فندم بعنوان الرئيس للشباب إعادة صياغة الشخصية المصرية. مضمون الخبر: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعادة صياغة الشخصية المصرية هي العنصر الأهم في عملية إصلاح التعليم، وليس مجرد منح الطالب المعرفة والتعلم فقط، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك توافق بين هذا الإصلاح وما يتم تداوله داخل المسجد والكنيسة. جاء ذلك في مداخلته التي أجراها خلال الجلسة الخاصة بتطوير التعليم في المؤتمر الشهري الأول للشباب، والذي شارك فيه نحو 1000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية والجامعات والأحزاب السياسية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. كما شدد الرئيس خلال مداخلته على أهمية استهداف صياغة شخصية الإنسان المصري في كل المحاور وليس محور التعليم فقط. خلينا نقول يا فندم ان الاهم من عقد اي مؤتمر هو المتابعه المستمره لتطبيق نتائجه. يمكن المؤتمر الاول للشباب هو تطبيق فعلي على ارض الواقع للمؤتمر الخاص بالشباب اللي كان في شرم الشيخ. رؤيه حضرتك لهذه المتابعه والتطبيق والمتابعه الجيده من قبل الرئيس ذات نفسه، وايضا رؤيه حضرتك في الطرح وتحديدا في قضيه التعليم. شوف، خلينا اول نتفق ان عقد مؤتمرات الشباب ده شيء مهم. نعم. لأن طبعا في دعاوى باستمرار موجودة في البلد دي من فترة طويلة، ويمكن من 2011 الكلام عن الشباب الشباب الشباب. والحقيقة مصطلح الشباب نفسه محتاج يتحرر. يعني مين الشباب؟ صحيح. الشباب ده سن ولا حالة؟ الشباب ده كيان موجود في المجتمع ولا حد كان بيشتغل يعني، ولا حد قاعد على القهوة طول النهار واخد لقب شاب؟ القضية ديت محتاجة يعني شوية تعمق في القراءة. إنما خلينا نقول إن مجرد إن يحصل فيه تواصل بين الدولة ممثلة في حكومتها أو في القيادة السياسية ومجتمع الشباب بشكل عام، باعتبار إن إحنا دولة شابة عندنا تقريبا 65% من السكان في سن الشباب، يعني من بداية البلوغ لحد سن 40 سنة، وبالتالي أنت دولة شابة، فمحتاج تبني هذه الجسور وتحاول تخليها باستمرار متواجدة. ليه؟ لأن أنت القوة الدافعة المفترض أن أنت بتشتغل عليها، وأنت الدماغ المفترض أن أنت بتشتغل عليه. جميل. وأنت الرؤية المفترض بتشتغل عليها لبكرة. نعم. عشان ما يطلعش واحد زي مثلا الدكتور أو اللواء أبو بكر يقول أن عدد السكان عبء. لا، عدد السكان مش عبء. عدد السكان مهم جدا في أي مجتمع. صحيح. لو أحسن استخدامه. صحيح. وأحسن تعليمه. في دول عدد السكان فيها مليارات ومع ذلك بتحقق أعلى معدلات في التنمية. صحيح. ليه؟ لأنهم اشتغلوا على السكان، اشتغلوا على الإنسان، حاولوا يعلموه، مش التعليم اللي عندنا في مصر، إنما تعليم من نوع آخر، فكرة التعليم اللي هو بيخليك إزاي تخلق مجال عمل بنفسك. نعم. مش مستني حد يشغلك. أطور من نفسي في مجال العمل بتاعي. فكرة إن أنت يبقى معاك سنارة تصطاد بيها سمكة، مش مستني حد يديك سمكة. يعني ده التعليم اللي في العالم اللي بيعتبر قاطرة للتقدم والتنمية. تمام. الكلام بقى عن موضوع التعليم، أنا الكلام ده يعني أعتقد أنه هيتأخر كتير. إحنا من عقود وإحنا محتاجين نبص في التعليم كمشروع قومي مهم. التعليم بقى عندنا في المدارس، ويمكن أقول لك إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي عندنا 5-6 أنواع من التعليم. وبالتالي كل خريجي هذه الأنماط من التعليم في مصر بيواجهوا صعوبات، فيما عدا الناس اللي بتتعلم في مدارس دولية بتطلع تلاقي وظيفة لأن مصروف عليها قد كده، واللي صرف عليها ده مش عايزين نناقش هو جاب فلوسه منين، لأن حصل في منتصف السبعينات مع فكرة الإصلاح بتاع ده الانفتاح الاقتصادي وحركة رأس المال في المجتمع، الهرم اتقلب. فلما اتقلب الهرم بقى الناس اللي معاها فلوس ما بتقراش وما بتثقفش، والناس اللي معهاش عايزه تقرا ومش لاقيه. صحيح. فهي الهرم اتقلب هنا، ولذلك انت محتاج تعيد صياغه التعليم مره ثانيه. انا محتاج من التعليم ايه؟ مش التعليم عايزه يصلح السنه الجايه زي ما بيقول وزير التعليم ان احنا هنعمل كام مدرسه وهنعمل مش عارف ايه وهنعمل ايه. الشغل الوظيفي ده رؤيه وزير موظف. مش وزير عنده حلم. صحيح. وعنده رؤية. نعم.
بتقول انا بعد 10 سنين او 15 سنه محتاج يبقى مخرج التعليم ده ايه. الشاب اللي خرج من التعليم بعد 15 سنه ده شكله ايه، مواصفاته ايه، موقعه ايه في سوق العمل، مهاراته ايه، علومه ايه. خصوصا ان احنا في عالم متسارع في العلوم والتكنولوجيا وما الى ذلك. ففكره ان انا بقى يبقى عندي تعليم جيد محتاج ايضا احط التعليم ده في وعاء عنده شخصيه. وده الكلام بقى اللي بيتكلم عليه الرئيس، فكره اعاده صياغه الشخصيه المصريه. احنا بقينا بعد ما كنا دوله بنتكلم عن احنا دوله صاحبه حضاره وعندها قيم وعندها مسل وعندها اشياء عظيمه جدا كانت بتشع للعالم اللي حواليها كله. واحنا يعني احنا فجر ضمير العالم، معروف اقدم دوله في التاريخ كان لها حدود وما زالت حتى الان. ده مش راجع، مش جاي من الفراغ، لا لما جاي من كان في شخصيه مصريه. الشخصيه دي تدهورت وراحت في زحمه احداث وفي زحمه افكار وفي زحمه اشياء كثيره جدا محتاجين ان احنا نقف قدامها ونتاملها. صحيح. نتكلم يعني ايه حريه؟ صحيح. يعني ايه الحريه المسؤوله؟ يعني ايه الفوضى؟ يعني ايه العمل؟ يعني ايه قيمه العمل؟ يعني ايه الوقت بالنسبه لك؟ احنا البلد الوحيده في العالم ان الوقت بالنسبه لها هقابلك امتى؟ بعد العصر او بعد العشاء. بعد العصر او بعد العشاء ديت مساله فيها 3 ساعات، وبعد العشاء ديت لحد الفجر، وبعد الظهر كده. يعني ده كلام بيقول ان الوقت بالنسبه لنا ملوش اي قيمه ولا اي معنى. صحيح. رغم ان الوقت ده هو الفلوس. صحيح. وهو القيمه وهو التكنولوجيا وهو التقدم وهو الحضاره. فانا شايف ان ده محور مهم جدا. صحيح. وبالتالي هي برضو المساله زي ما قال الرئيس هي مش مرتبطه بالتعليم بس. لما قال طب الكنيسه هتقول ايه والجامع هيقول ايه. صحيح. والشارع هيقول والاعلام هيقول الاعلام إيه؟ هيقول ايه الاعلام اللي شارك بنسبه كبيره جدا في تدمير الشخصيه المصريه. طبعا. انه حط افكار ورؤى والفاظ ما كانتش موجوده، كانت تبقى اسمها عيب بالنسبه لنا لما بنتكلم فيها. اهدر كرامه اشياء كثيره جدا في الاعلام وفي المسلسلات وفي الدراما وفي حاجات كثيره جدا. صح. احنا محتاجين نقف. الوقفه ديت مش هتاخد شهر ولا شهرين ولا سنه، هتاخد وقت. لا طبعا. هتاخد وقت طويل، بس محتاجه رؤيه حد. صحيح. بيحلم للبلد ديت يشوف شكلها كويس. بحيي حضرتك على هذا الطرح. اذا هنا الاهم من متابعه هذه التقارير هو تطبيقها على ارض الواقع. حضرتك اكدت في موضوع التعليم ده محتاجين تطبيق على ارض الواقع ومحتاجين وزير مسؤول قادر على تطبيق التوصيات الاهم. وشفنا يمكن كمان يا فندم المقترحات الجميله اللي قدمها مجموعه من الشباب، افكار بناءه فعلا لو تم وضعها عين الاعتبار اعتقد في كلام قاله الدكتور احمد عكاشه مهم جدا في التعليم. صحيح. على كلام مثلا ان انا ازاي اجيب رئيس جامعه وعميد كليه واستاذ قسم والكلام. انت عارف الانتخابات عندنا في مصر لا تاتي باحسن الناس. صحيح. انتخابات عندنا عاطفيه. صحيح. لو قابلت واحد وقال لك صباح الفل بتنتخبه وانت رايح على الصندوق. صحيح. لو راح عزاك ولا راح لك فرح بتفتكر له دي بس. صحيح. انما رؤيه. صحيح. عايز يعمل ايه؟ عايز يخطط لايه؟ صحيح. انا شايف ان الكلام اللي اتقال في المحور بتاع التعليم ده مهم. نعم. ومحتاج بقى يتفلتر كويس قوي. نعم. ويتحط في صوره جمل. احنا مشكلتنا في مصر الجمله الناقصه. صحيح. عندنا جمل كتير بس ما بتكملش. عندنا امل يا فندم في الشباب ان شاء الله، ان شاء الله انهم يكملوا هذه الجمل وقادرين على تصحيح المسار للافضل. الخبر التالي بعنوان تجميع كل قواعد البيانات في قاعده قوميه واحدة. مضمون الخبر: أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن الدولة أطلقت مشروعا قوميا لتوفير قواعد بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها والربط بينها وتنقية القواعد القائمة للإسهام في التخطيط المستقبلي للدولة. وقال القاضي خلال حديثه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني للشباب أنه سيتم ربط قواعد البيانات مع الرقم القومي لكل مواطن ليشمل كل المزايا المقدمة له، وبما يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار الصحيح في كافة المجالات. كما أشار إلى أنه سيتم العمل على تجميع كل قواعد البيانات في قاعدة بيانات قوية واحدة وشاملة، وذلك من خلال بناء مركزين لقواعد البيانات سيكون الأحدث على مستوى العالم. هنا الحديث مرارا وتكرارا في عملية الإصلاح وتحديدا الإصلاح الإداري للدولة هو أن يكون عندنا قاعدة بيانات وثروة معلوماتية. هل هذا القرار أو هذه الخطوات تؤكد أن احنا وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح فندم للإصلاح؟ شوف يعني أرجع بس سنة لورا. احنا كانت مشكلتنا في مصر باستمرار غياب المعلومات، وغياب المعلومات ناتج أن احنا ما عندناش قاعدة بيانات لكل المصريين. صحيح.
كل وزاره وكل هيئه فيها المعلومات الخاصه بيها، وبالتالي بتشتغل كلها بمنطق الجزر المنعزله. رغم عندنا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. طبعا بس ما هو الجهاز المركزي عنده قاعده بيانات، وزاره التموين عندها قاعده بيانات، وزاره التعليم عندها قاعده بيانات. كل قاعده بيانات تختلف عن كل الأخر. قاعده بيانات تختلف عن الاخرى، ده رقم. وبالتالي لما بتيجي تاخد قرار يهم الوطن بشكل عام فبيحصل فيه الشد والجذب. زي اخر قرار بتاع الدواجن ده، لما يطلع يقول ان القطاع الخاص او صناعة الدواجن في مصر بيشتغل فيها قد ايه؟ واحد يطلع يقول لك مليون، تاني يقول لك 2 مليون، وتالت يقول لك 3 مليون، وقول ما هو الكلام ببلاش. صحيح. واحد يقول لك احنا محتكرين السوق بنسبة 90%، ده الفجوة 15، لا ده الفجوة 20، وبالتالي بيحصل بقى فكرة الكلام اللي هو غير مسؤول. صحيح. ليه؟ لأن أنا ما عنديش داتا بيز قوية بقدر على أساسها. هو شغلة أي مسؤول في البلد إيه؟ أي رئيس أو أي وزير أو أي مسؤول في مكان إيه؟ هو بيسموه في علم السياسة البوليسي تيكر، يعني متخذ القرار. إنما البوليسي ميكر اللي بيصنع القرار هم الفريق اللي تحت منه، فريق الفنيين. لما يطلع وزير يقول أنا فاهم في التكنيشن في المسألة دي كلها، تعرف إنه مش هيعرف يحل حاجة ومش هيعرف ياخد قرار. ليه؟ لأن القرار هو لما بياخده بياخده متعلق بأشياء كثيرة جدا في هذا الوطن. وبالتالي هو بيبقى مطلوب لو عنده مشكلة يقول للمختصين والفنيين اللي عنده أنا عايز حل للمشكلة دي. فالفنيين بيجيبوا قاعدة البيانات والمعلومات ويعملوا الدراسة وروح حاطين له بديل واثنين وثلاثة، يقولوا يا سعادة الباشا احنا عندنا حل للمسألة دي تتلخص في ثلاث حلول، حضرتك شايف ايه؟ هو بحسه بقى السياسي وبحكم وظيفته يتحول إلى بوليسي تيكر، يعني متخذ قرار، فياخد القرار الصح. احنا عندنا مفيش الكلام ده، عندنا اطلع بقرار يتقال نتيجة بعض المعلومات احيانا تكون خاطئة او احيانا تكون مش صحيحة او ممكن تبقى صادرة عن ضغط رأي عام او توجه معين، واحنا ما شاء الله عندنا الرأي العام نشط في كل الصح وفي كل الغلط ايضا، مفيش فرق بين الاثنين. وبالتالي انا لما يكون عندي قاعدة بيانات اساسية هتحل لي مشاكل كتير جدا فيما يتعلق بقى في الكلام عن الدعم ووصول المستحقين. صحيح. فيما يتعلق عن المساعدات اللي المفروض انا اقدمها للناس الفئات المحدوده. صحيح. فيما يتعلق حتى في مواجهه الارهاب. صحيح. لما يبقى عندي قاعده بيانات يعني مسؤول فيها فلان الفلاني ده عنده 1 2 3 4 كل البيانات بتاعته موجوده في مكان واحد. صحيح. اقدر اخش عليه واجيبه فاعرف كل حاجه عنه. صحيح. راح فين وجه منين وتحرك ازاي وكان فين وسكن فين. صحيح. كل الكلام ده كله يسهل. ففكره الدول المتقدمه كلها بتقوم على كده. وانا شايف ان الكلام اللي قاله وزير الاتصالات انه قال على منتصف 2017 يعني في شهر مارس هيبقى عندنا حوالي 70%، على يونيو هيبقى عندنا تقريبا يعني تكتمل المنظومه. انا شايف ان احنا لو حققنا الانجاز ده هيبقى شيء عبقري وشيء عظيم جدا، هيخلينا كمان فكره الفساد اللي موجود والتداول المستندات والكلام ده كله تتراجع. كل ما الايد اشتغلت والبشر اشتغلوا في مصالح الناس كلما زاد الفساد. صحيح. لما بيتراجع الكلام ده بيقل الفساد. فانا شايف ان ده خطوه عظيمه. صحيح. جدا ومخرج من مخرجات هذا، واعتقد ان هو ما اعلنش عنها الا لما بدا يشتغل فيها بشكل حقيقي وشكل فعلي. انا دوري يا فندم ان قاعده البيانات دي من الاسباب الاساسيه واحد الركائز اللي يعني يرتكز عليها الدول في اساس تقدمها. يمكن طبعاً بعض طبعاً. الدول يا فندم بتعتمد على قاعده المعلومات، مثلا لو هنضرب مثل بموضوع تجاره السكر عندنا في مصر وعمليه الاحتكار اللي حصلت، لو حاجه حصلت يعني في دوله مثلا زي امريكا او بعض الدول اللي هي بتعدها نظام قاعده معلومات، لو حد اخفق مره واثنين في الثالثه يسحبوا منه الترخيص وتماما. طبعاً. ما ينفعش يديله. انت عندك، لكن احنا عندنا التجار حتى انت عندك في أزمات، في ازمات السكر تطلع بعد كده، او احنا كتبنا في الصحافه ان في شركه فلانيه عندها مثلا 2 مليون مش عارف ايه سكر، 100,000 طن محطوطين في المخازن ما حدش يعرف عنهم حاجه. لو الوزير المسؤول عنده داتا بيز لكل الاماكن ديت، المكان ده فيه ايه والمكان ده فيه ايه والمكان ده فيه ايه، هيعرف يصلح، هيعرف على طول يقدر ياخد القرار. انما اسهل حاجه عندنا ايه؟ عندنا ازمه في السكر، طب يلا نجيب سكر نستورد سكر. عندنا ازمه في الفراخ، يلا نستورد فراخ. دايما بيلجأوا للحل السهل والتفكير خصوصا الروتيني. خصوصا ان احنا عندنا موارد وامكانيات لو تم تعظيمها هنبقى احسن دوله في العالم. لكن عندنا تفاؤل برضه يا فندم. انا بص بقول الكلام ده في اطار التفاؤل. طيب يعني يعني انت امتى تتفائل؟ حتى لو ما حققتش نتيجه دلوقتي، مجرد ان انت اقتحمت المشكله. صحيح. واعترفت ان انت عندك مشكله. صحيح. وبتقول ان انا عايز اصلح التعليم. صحيح. وان انا عايز اعيد صياغه الشخصيه المصريه. صحيح. وان انا عايز اعمل داتا بيز للبلد كلها.
يبقى انت ماشي على الطريق الصح وفي طريق التفاؤل. بشبهها دايما مش متشائم بشبهها. لا بشبهها دايما باركان التوبه، عشان اعرف اتوب لازم اعترف بالخطا وبعد كده ندم على ما فات ثم الاصلاح. كذلك الاصلاح ان انا اعترف عندي خطا او خلل وبعد كده ابدا عمليه ده صحيح. انتقل للخبر التالي بعنوان الجندي يحذر من استمرار المعدلات الكبيره في الزياده السكانيه. اكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اللواء ابو بكر الجندي على ان المشكله السكانيه في مصر اشد خطر من الازمه الاقتصاديه والارهاب. وأضاف الجندي خلال حديثه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الأول للشباب أن المشكلة السكانية لها آثار ضخمة على حياة المواطن، ولا سيما مع زيادة العمر المتوقع إلى 73 عاما للسيدات و69 عاما للرجال، كما أوضح أن السكان من أهم موارد أي دولة إذا ما كان لدى الدولة إمكانات لتنمية قدرات المواطنين والإنفاق عليهم، ولكن في حالة مصر حاليا أن السكان يعد عبء على الدولة. تعليق حضرتك على هذا الخبر وتحديدا من شخص مسؤول مفروض يعني يعطي الحلول ويعطي التوصيات اللي احنا ممكن من خلال نستغل هذه الكوادر والثروة البشرية اللي أنعم بها الخالق عز وجل على هذا بالضبط. أنا طبعا قلت في بداية الكلام أن اللي هو بكر الجندي كلامه ان السكان عبء على الدوله. نعم. انا شايف ان ده كلام مش مظبوط، لان في دول كتير قوي بتعاني من قله السكان وعندها حاله شيخوخه. احنا عايزين نحول الميزه اللي عندنا ديت لنقطه ضوء او نقطه قوه او نقطه دافعه ان احنا ننطلق لها. محدش ينكر ان مشكله السكان مشكله ضاغطه، خصوصا ان احنا تاخرنا كتير جدا ان احنا نخرج من الوادي، ان احنا نغير ثقافة المجتمع ونخرج بره نهر النيل، ان احنا نعمل اتاخرنا في اشياء كثيره جدا. وعايز اقول ان الاصلاح اللي بيتم دلوقتي او المشروعات اللي بتتم دلوقتي هي مش بتاعتنا، هي بتاعت الاجيال اللي جايه، لان اللي تاخروا علينا من 30 و40 سنه اذونا احنا وتعبونا احنا وعيشونا في حاله يعلم بها ربنا. احنا لما بنعمل الكلام ده دلوقتي بنعمله لاولادنا، احنا مش بالضروره نشوف. انما انت لما تبقى امن على ابنك انه عايش في مكان كويس وعنده قدره انه يعيش ويقدر ياكل ويشرب ويلاقي وظيفه، الكلام اللي بيحصل دلوقتي بسبب كده. وانا عايز اقول بس يعني مساله مهمه جدا، مفيش شعب كان في العالم يقدر يحتمل هذه الاجراءات الا الشعب المصري. والفكره مش فكره يعني ايه نرجسيه ولا فكره فيها نوع من التوهم، لا، هي طبيعه المصريين كده. المصري لما يحس ان في خطر على بيته وعلى بلده بينسى كل حاجه، وده برضه مش شعارات، واللي عايز يقول غير كده يبقى هو اساسا عايش في حاله توهان شويه. انت بتعاني في كل لحظات حياتك، انما وقت ما تحس ان انت البيت بتاعك ده هيتهد عندك او البلد بتاعتك دي هتروح، او زي ما قال احد الزملاء من الفنيين اللي موجودين معانا ان احنا ما نعرفش نبقى لاجئين في مكان تاني وما تعودناش على الثقافه ديت وعلى القدره ديت، فانت الشعب المصري يحس بالخطر فيقف ويلتف حول نفسه ويحتمل. نعم هيحتمل وبيناقش، والرئيس قال الكلام ده، قال ان انا بعترف ان في ضغط على الناس. بس هي المساله وانت بتعترف ان في ضغط على الناس محتاج تبص للناس اللي معاها، ومحتاج تعمل نوع من انواع العداله الاجتماعيه، وما تخافش، خد من ده ودي الناس اللي مش قادره لحد ما تتعلم تبقى قادره. نعم. ولحد ما تتنقل من الطبقه اللي هي فيها الى طبقه اعلى. السكان خير بس لو احسننا استخدامهم. صحيح. موارد البلد كتير لو وظفناها بشكل جيد وحقيقي. نعم. المساله مش افتكاسه ولا. صحيح. حاجه. في دول اقل مننا ما عندهاش اي نوع من انواع الموارد الطبيعيه زي اليابان. نعم. ومع ذلك بتنافس دول العالم اقتصاديا وبتغزو بلاد اكبر منها بكثير. ننتقل للخبر التالي يا فندم بعنوان وزير الزراعه يؤكد ازاله 56% من التعديات على اراضي الزراعيه. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أن نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 56% عام 2015 بعد أن كانت 9% فقط عام 2011. وأكد وزير الزراعة أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد جريمة في حق الأجيال القادمة ويعيق التنمية السكانية المستدامة وفي قطاع الزراعة تحديدا، وأرجع هذه الظاهرة إلى ثقافة الفلاح في استمرار العيش مع أسرته الكبيرة في نفس المكان، داعيا إلى العمل على تغيير تلك الثقافة من خلال الإعلام والتعليم ومنظمات المجتمع المدني. كما أضاف كما ترجع المشكلة أيضا إلى الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني والتي لا يقابلها تطوير في القرية
بالصورة المطلوبة. رؤية حضرتك يا فندم لهذا القرار والإزالة للأراضي عفوا المباني التي يعني شفناها بشكل كبير جدا على الأراضي الزراعية. شوف هو في يعني آراء مختلفة في القصة دي. أنت تعديت على الأرض الزراعية وبنيت فيها وعملت خرسانات. بعض الخبراء بيقولوا ان حتى لو هديت المكان ده الارض مش هتتزرع بعد كده لان بقى فيها خرسانه وتم يعني مش هترجع لكفائتها بس مش هترجع لك يعني لا ممكن تتزرع انما يعني مش هترجع لكفائتها انما خلينا نقول انه طول ما احنا ورايحين جايين في القصه ديت مش قادرين ناخد قرار سواء بالعقاب الحاسم والسريع او تغليظ العقوبه او لان انت لما بتهدر ارض فانت بتهدر ارض بتاعه اللي جاي مش بتاعتك انت. انت مالك للارض صحيح بس انت مؤتمن عليها لانك هتسلمها للناس اللي بعد كده لان دي مصدر الاكل والشرب. وبالتالي فكره يعني المرجحه بقى بين ان احنا نطبق عقوبات قاسيه ولا لا نعمل تصالح مع الناس ولا لا الكلام ده كله محتاج حسن لان انت وانت بتضيع وقت في الكلام ده التعدي بيحصل كل يوم. انا شايف ان وزير الزراعه اتكلم امبارح كلام كويس وقال ان انا عايز صلاحيات بيطلب صلاحيات من البرلمان عشان يبقى عنده يعني ما يشبه الضبطية القضائية أو أنه يقدر ياخد قرار فوري بدون الرجوع لجهات أخرى بتعطل المسألة. صحيح. إحنا مشكلتنا في فكرة رد الفعل. إحنا رد فعلنا في أشياء كثيرة جدا بطيء جدا. وده راجع لفكرة الاختصاص الكتير عند كل حد. أنت عشان تعمل مشروع ناجح أو تخش في قضية واحدة وحد المسؤول عنها وتديله صلاحيات ياخد القرار يقدر ينجز. صحيح. فأنا شايف أن الكلام ده مهم أيضا. نعم. خصوصا أن إحنا مش هنهدر أرض زراعية طينيه قديمه سمراء بقالها الاف السنين. صحيح. واحنا بندفع ملايين الجنيهات ومليارات عشان نستصلح في الصحراء. وده برضه محتاج تغيير ثقافه. اتكلم. نعم. عن التوسع الراسي في المباني في القرى. نعم. بدل التوسع الافقي. اتكلم عن اشياء جدا محتاج البرلمان بتاعنا يعني يشتغل شويه بقى ويروق كده ويبص للبلد بدل احيانا ما بياخد وقت كتير. نعم. في كلام ملوش اي معنى. نعم. وفي قوانين ملهاش اي معنى غير اثاره الجدل. صحيح. وعمل لخبطه في البلد. تفعيل القانون يا فندم على كافه الاشخاص ليس يكون هناك استثناء لاحد على حساب اخر. واعتقد يعني خطوه يعني زي ما ذكرت حضرتك يا فندم ان عدم التعدي على الارض الزراعيه هو بالثقافه وبالعقل قبل ان يكون هناك قانون رادع. ننتقل للخبر التالي بعنوان بعض وسائل الإعلام تتناول موضوعات تمس الأمن القومي بشكل يضر البلاد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وسائل الإعلام والصحف والتلفزيون يتناولون بعض المسائل التي تمس الأمن القومي المصري بشكل يضر الدولة وهو ما يحدث إشكاليات كبيرة. وأضاف أن هدفنا الرئيسي هو تشكيل وعي حقيقي للمصريين مشيرا إلى خشيته على المصريين من حجم تداعيات الثورات. وهناك من كان يعبث بالدولار وسعره وضرب السياحة ومواردها من أجل زيادة حجم الأزمة. تعليق حضرتك على هذا الخبر ودور وسائل الإعلام وتحديدا في هذه المحنة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد. شوف مواجهة وسائل الإعلام محتاجة شوية نوع من الضبط شوية. احنا بقالنا فترة متعسرين في إصدار تشريعات خاصة بضبط الأداء الإعلامي والبرلمان يعني تقريبا بيناقشها دلوقتي رغم ان في انقسام الى حد ما في الجماعة الصحفية وبين الإعلاميين حوالين شكل القانون. انما ايا كان الوضع الإعلام محدش ينكر ان هو بقى أداة مهمة جدا وخطيرة جدا وبقى احد ادوات الجيل الرابع والخامس للحروب. نعم. مش معناها انه شيء سيء الاعلام. نعم. مفترض ان هو شيء جيد لانه بينقل رساله. نعم. بس مفترض هذه الرساله تكون مسؤوله وهذه الحريه تكون مسؤوله. نعم. المشكله في الاعلام انه احيانا بينقل عن او دلوقتي معظمه بينقل عن السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا فضاء فراغ فضائي كل واحد بيقول اللي عايزه من غير ما يوثق معلومه ولا يرجع لها. احنا كنا زمان واحنا بنشتغل في الصحافه عشان لما كان بيجي لي خبر أنا عندي شك نسبة 1% لازم أعمل عليه تحقيق من مصدر واثنين وثلاثة قبل ما أنشره. نتيجة لكده كان في نوع من أنواع الضبط في المجتمع. تقول لك مثلا إيه أنا هاخد الخبر ده من الأهرام لأن الأهرام بيقول الكلام الصح. هاخد الخبر ده من كذا لأنه بيقول الكلام المظبوط. دلوقتي ما تقدرش تقول الكلام ده. أي خبر دلوقتي قابل إنه تكذب في لحظة. أحيانا الصحف بتنشر أخبار وبعد دقيقتين على المواقع بتكذبها. ليه؟ لأنها جاي من مصادر مجهولة ومصادر مجهلة وشطارة بقى صحفيين وشطارة ناس بقى فكرة المواطن الصحفي اللي يمشي في الشارع
يشوف اي حاجه، صور صوره يبعتها الموقع ولا الجورنال فتتنشر، فبالليل التوك شو تشتغل تعمل حفله عليها، وكلها اشياء ما انزل الله بها من سلطان. احنا محتاجين ضبط الاداء الاعلامي ده صحيح. نعم. ومحتاجين برضو مش فكره بقى تضييق على الحريه، لا نتكلم عن الحريه المسؤوله، وبدل ما ضيع وقت الناس وسهرهم من الفجر في كلام فاضي اقول معلومه تفيد البلد صحيح. وتعمل حاله من حالات لم الشمل، حاله من حالات التفاؤل، حاله من حالات ابص على الاشياء الايجابيه، خلي الناس يبقى عندها طاقه امل بدل الاحباط. اصل انت ماشي في طريق ماشي فيه، هتبقى ماشي فيه وانت محبط هتقع في النص، هتبقى ماشي فيه وانت متفائل ممكن تكمل الاخر وتلاقي شيء جيد. نقدر نقول يا فندم ان احنا لابد ان نرجع الاعلام كرساله كما كان من قبل، التثقيف والتنوير والاصلاح وكل ما هو يفيد البلاد والاشخاص. ننتقل لاخر خبر معنا بعنوان المواجهه والاصلاح الاقتصادي بدلا من ترحيل المشكلات للاجيال القادمه. اوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بانه يجب ان تدرك ان مصر تواجه مشكلات اقتصاديه كبيره، وليست هذه هي المره الاولى، ولكن يجب ان نتعامل معها بشفافيه، مؤكدا ان المواجهه هي الحل الافضل بدلا من تاجيل المشكلات وترحيلها الى الاجيال القادمه. اعتقد تصريح مهم جدا من رئيس الوزراء. تعليق حضرتك يا فندم. هو انا عايز اقول ان مشاكلنا في مصر من فترات طويله تحولت الى كرات كبيره من التلج. نعم. وكره التلج لما بتدحرج من مكان بتهد اي حاجه في سكتها، وكل ما المشكله بتكبر احنا ما بنقدرش نقرب منها ولا نحاول نخترقها. اللي حصل دلوقتي في ان انت بتعمل اصلاح اقتصادي صحيح، الكل بيدفع ثمنه، الناس الغلابه بتدفع الثمن الاكثر نتيجه وضعها الاجتماعي ونتيجه قله الدخول بتاعتها، انما انت كان مهم ان انت لازم تعمل الخطوه ديت. ويمكن الرئيس لما قال ان ده اثر على شعبيته بالقطع اثر على شعبيته، لان ما فيش حكومه في العالم بترضى اي شعب، وخصوصا لما تبقى الحكومه بقى قاعده بقالنا فتره طويله عاملين طبطب وعاملين نحل المشاكل بمسكنات ونتكلم عن العرض وسايبين المرض، لحد ما الدنيا كانت في لحظه من اللحظات ممكن تقع. اللي بتكلم عليه مهم بالنسبه قوي لاولادنا والاحفادنا، مش لينا، للاجيال القادمه. اللي حريص على اولاده وعلى اهله وعلى احفاده يقول ان اللي احنا ماشيين فيه ده صح وهنحتمل. انما فكره ان احنا نقعد نعمل مسكنات في الاخر البلد ديت ممكن تقع. ومصر زي ما انا بقول هي عامله زي الديناصور، لما بتتحرك صحيح حركتها بطيئه بس بتهز صحيح. انما لو قعدت وما قامتش انت عايز 100 سنه عشان تفكر. في دول جنب مننا عدد سكانها 7 مليون و10 مليون دخلت في مساله دول الفاشله والضياع نتيجه ان ما عندهاش قدره على اتخاذ، انت بتتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ده اللي احنا كنا مفتقدينه من فتره طويله. صحيح، وان شاء الله باذن الله قريبا نجني ثمار هذه الاصلاحات الاقتصاديه وفي كافه النواحي، حتى نستطيع ان نوفر للمواطن البسيط قبل الغني كافه مستلزماته، ان يكون راضيا على الاصلاح الاقتصادي بكل نيه صادقه من داخل قلبه ان شاء الله في المرحله القادمه. ولكن علينا بالعمل والجد والاجتهاد والمثابره والصدق واليقين ان من عمل او من جد وجد. بشكرك جدا في نهايه هذا اللقاء للتحليل على هذه الاخبار، ضيف العزيز المحترم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد العزيز الكاتب الصحفي بجهه الجمهوريه. شكرا لك يا فندم، منورتينا وتحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل المشاهدين نبدا مع حضراتكم يومنا في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الكريم. كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وسعاده، وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان حلقتنا النهارده فقط للحديث عن الرسول الكريم. انتظرونا بعد هذا الفاصل وفقره حواريه اولى.